البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الرياضة الكويتية بعد معاناة مع أمراض عدة. مرض الأنانية وحب الذات على حساب الوطن، ومرض التلكؤ في الدفاع عن الكويت ورياضتها وشبابها. رحلت هذه الرياضة تاركة خلفها العديد من الإنجازات الإقليمية والعالمية في مختلف الألعاب. رحلت رياضتنا اليوم تاركة خلفها آمال وتطلعات الشباب وتاريخا أزرقا ناصعا وعلما ما زال يرفرف في قلوبنا بعد غيابه القسري عن منصات التتويج وعن المنصات العالمية. توقف قلب الرياضة بعد مسيرة من النبض في عروق الأرض. عزاؤنا للكويت وللشباب، وحسبي الله على من تسبب في هذا الإيقاف والوأد المتعمد للرياضة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مساء الأحزان الذي يحيط بنا، مساء السلبية التي أتتنا من نتيجة التصويت في الكونغرس هناك في مكسيكو سيتي.